نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من بغداد معي الدكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور حسين. قبل أن نتحدث أو بغض النظر عن أسباب ضراوة القتال التي يبديها داعش، كيف سيغير هذا الموازين القوى بالبادية؟ يعني مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. حقيقة المشكلة الأساسية التي الآن يعاني منها التنظيم هي عدم الثقة بين المقاتلين الأجانب والمحليين، وبالتالي هذه المشكلة انعكست على ما يبدو على تنظيم داعش الإرهابي، وهذا بالتالي ما أشرت إليه من أن هذا التنظيم أصبح لا يثق بهؤلاء المقاتلين المحليين سواء في الجانب العراقي أو الجانب السوري، وهذا ما جعله أن يشكل تكتلات عسكرية ويعمل على كتائب قتالية. وطبعا هذا شيء جيد أن يتجمعوا في نقاط بؤرية موحدة لكي يقصفوا من خلال طائرات التحالف الدولي وكذلك القوات العسكرية العراقية التي سوف تتقدم على ما يسمى بولاية الفرات في القائم مراوة، وكذلك تقدم التحالف الدولي من جهة وكذلك القوات السورية من جهة أخرى. نعم. وهذا بالتالي سيعني تحجيم المساحات التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي. كيف سيستفيد عسكريا هدفه من خلال هذه المعارك اليوم؟ أكيد يعني هذه هي الإشكالية، زخم المقاتلين بزيادة عدد 1000، هناك توقعات وتنبؤات استخبارية أن أعدادهم تتراوح ما بين 4000 إلى 8000 في ولاية الفرات والبادية وولاية الخيمة التي هي في دير الزور والتي الآن بدأت تتآكل طبعا، وبالتالي كل المقاتلين أو جل المقاتلين الإرهابيين الذين أتوا من الرقة وأتوا من مواقع أخرى في سوريا وكذلك الانسحابات التي حصلت والهروب من معارك الموصل وتلعفر والحويجة كذلك جعلت هؤلاء المقاتلين أن يتجمعون وينتقلون إلى الجانب السوري، وبالتالي سوف تكون اللعبة الجديدة في البادية ما بين العراق وسوريا، وهذه الإشكالية الكبيرة. ما هي السبل حقيقة للانفتاح على المعارك الصحراوية أو المناطق المفتوحة والتي لابد أن تكون هنالك تكنولوجيا كبيرة وتكون هنالك أجهزة استخبارية وأجهزة استشعار حرارية لدى طائرات الرصد كذلك، وهذه التقنيات هي نادرة جدا ويمتلكها فقط الجانب الأمريكي حقيقة على وجه الخصوص، والجانب الأمريكي يزود بين الحين والآخر قيادة العمليات المشتركة على اعتبار أن العراق حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يحصل على صور جوية مهمة ومثيرة. لكن بالمقابل مثل ما أشرت لحضرتك أن زخم هذا العدد والزخم القتالي لهذا التنظيم الإرهابي قد يطيل الزمن لعملية القضاء عليه. أها، موضوع الحدود العراقية السورية إلى أي درجة تتوقعون صعوبة فيها، خاصة مع ما توقعه البعض بأنه بعد دحره في العراق، يعني حتى التساؤل اليوم لماذا هو قوي؟ يعني أكيد هذا التنظيم الإرهابي سيلعب على الخطة الثانية التي هو أعلن عنها الإجرامي أو الإرهابي أو بكر البغدادي الذي هو يقود هذا التنظيم الإرهابي، وهذه الخطة سوف تكون بمرتكزين، المرتكز الأول تكون على حرب العصابات، والمرتكز الثاني هو الانفتاح على الصحراء والعودة مرة أخرى إليها، وبالتالي المعسكرات السابقة كمعسكر الشيخين وغيرها من المعسكرات الأخرى ووادي حوران، هذه المناطق هو التي بدأت هذه التنظيم الإرهابي ينشط من خلالها، ومن ثم وصل إلى هذا العدد المهول من مشاركة 120 جنسية استقطبها واستقطب مقاتليها الإرهابيين إلى العراق وسوريا. بالتالي الآن هي هذه المشكلة الأساسية، العراق الآن وضع خطة استراتيجية كبيرة يعمل مع شركة فرنسية وقع العقد مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة مع هذا العقد سيبقر من خلال الشركة الفرنسية إحدى الشركات المتخصصة في مجال التدريب على تقنيات الاستخبارات وكذلك القتال في المناطق الصحراوية لجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز مكافحة الإرهاب الذي لديه علاقات وطيدة في التدريب والقيادة والسيطرة كذلك مع قيادة العمليات المشتركة ومع الجانب الأمريكي يعمل على الانفتاح على هكذا معارك. لكن تبقى هذه الإشكالية الكبيرة. نعم. أتوقع أنه 2018 قد يكون هي المعارك الحاسمة في الصحاري والمناطق المفتوحة على الحدود العراقية السورية، لكن تبقى المشكلة هي في سوريا قد تكون أكثر من العراق، المسرح العمليات السوري ما زال غامض لحد الآن، هنالك التفاهمات السياسية بطيئة بين
إلى المعارضة والنظام، وكذلك النظام تارة يتحرك باتجاه هدف، ونرى أن تنظيم داعش الإرهابي يقوم بحرب العصابات ويقوم بمعارك المراوغة والكر والقر والالتفاف، وهذا بالتالي يعقد المسألة أكثر ما ينفتح. حدث في العراق هنالك سيطرة كبيرة، كون أن المجتمعات المحلية في الأنبار في صلاح الدين في الموصل بدأت تشارك قيادة العمليات المشتركة بقوة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، لأنه ليس في مصلحة الجميع أن يقف أحد أو يفتح المجال لبقاء جيوب لهذا التنظيم الإرهابي، وهذا ما يجعل الحملة في العراق سريعة جدا. نعم، شكرا لك. من بغداد دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي.